خلونا نشوف كل مدرسة كم حصلت، وخلونا نشوف من حصل على هذا اللقب ومن حصل على هذا الدرع، درع الأول. ابن الحاجب، مدرسة العليا، لا تفقدوا الأمل، يمكن تعادل ولا؟ طيب، مدرسة ابن الحاجب المتوسطة حصلوا على 66 درجة. أما مدرسة العليا الأهلية حصلوا على 45 درجة. المبروك لابن الحاجب، تستاهلون، تفضلوا. تفضلوا يا شباب المواهب، تفضلوا مواهب ابن الحاجب، تفضلوا. خالد العتيبي، مبارك الزايد، تفضل. معلمين تفضلوا، يعطيك العافية، شكرا لك أستاذي، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. مدرسة الأهلية، مدرسة العليا الحكومية، مدرسة الأهلية، يعطيكم العافية، شكرا لكم، ألف مبروك، يعطيكم العافية، اللقب الأول تستحقونه بجدارة، ألف مبروك لكم، تفضلوا، وألف مبروك الأول، سمعونا تحية. المبروك للشباب من مدرسة ابن الحاجب المتوسطة، أيضا نشكر مدرسة العليا المتوسطة أنهم نورونا وشرفونا، وفعلا استمتعنا بحضوركم وأدائكم الجميل الصراحة. يعني يمكن ما حصلتوا على اللقب، لكنكم يعني أديتوا وكفيتوا ووفيتوا، ألف مبروك لابن الحاجب. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.